علاقتنا نحن الذين نقول من اننا من امه محمد صلى الله عليه واله علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه واله بحسب القران بحسب القران بعيدا 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 عن المكتبه السنيه التي هي مكتبه التحريف والتزييف وبعيدا عن المكتبه الطوسيه عن مكتبه مراجع النجف وكربلاء التي هي مكتبه القذاره ومكتبه الكذب والدجل بعيدا عن كل هذا نحن والقرآن علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه واله بحسب القرآن عقيده وموده وطاعه وادبا تناولت بعضا من الآيات وتسلسل الحديث حتى وصلت معكم إلى سورة الجمعة وإلى الآية الثانية بعد البسملة حيث تحدثنا هذه الآية عن منهج رجل الدين الإنسان، إنه منهج رسول الله صلى الله عليه وآله. بعيدا عن منهج رجل الدين الحمار والذي حدثتنا عنه السوره نفسها في الايه الخامسه بعد البسمله ولا اريد ان اقف عند هذه الايه اعود الى الايه الثانيه بعد البسمله من سوره الجمعه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فنبينا هو مصدر علمنا أتحدث عن علمنا الديني نبينا هو مصدر معرفتنا بقرآننا ومن بعد نبينا تاتي العتره الطاهره بحسب القران نفسه في الايه السابعه بعد البسمله من سوره ال عمران وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ومر الكلام بهذا الخصوص وبحسب الحديث الصحيح في كتب السنه والشيعه انه حديث الثقلين فلا بد من مفسر يكون تفسيره بنفس مستوى تفسير رسول الله ولذا فان الايه السابعه بعد البسمله من سوره ال عمران وضعت وصفا واحدا لرسول الله وللعتره الطاهره انهم الراسخون في العلم هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم حديث الثقلين الى بيعه الغدير التي هي واضحه جدا في مواثيقها وفي شرائطها وفي مضمونها من ان التفسير لا يؤخذ الا من علي وال علي فقط وفقط فسوره الجمعه هنا تضع لنا حدا من حدود العلاقه مع رسول الله صلى الله عليه واله انه مصدر ديننا ومصدر علمنا الديني ومصدر ثقافتنا القرانيه وفي حال لا يكون موجودا فاننا سنعمل بما يريد منا ان نعمل بحسب حديث الثقلين بحسب بيعه الغدير يريد منا ان ناخذ تفسير قراننا من علي وال علي فقط وفقط وفقط وهذه قضيه منطقيه واضحه جدا فهذا الكتاب بحاجه الى مفسر يفسر لنا تفسيرا الهيا قطعيا نهائيا لان النبي اذا ارجعنا الى انفسنا فاننا سنضيع واذا ارجعنا الى امثالنا من الصحابه والتابعين ومن نساء النبي ممن يعرفنا شيئا من تفسير القران او من علماء الامه ممن يقال لهم علماء ان كانوا من السنه او كانوا من الشيعه ان النبي اذا فعل هكذا ضيعنا ضيعنا ولا يمكن ان يضيعنا رسول الله لا بد ان يضع لنا حدا ننتهي عنده ولا بد ان يشخص لنا مفسرا ومصدرا علميا للثقافه القرانيه القضيه واضحه اذا كنا منصفين اذا كنا منصفين حتى لو ان رسول الله ما بين لنا من هو الاقرب من رسول الله؟ من هو الذي لاصق تفاصيل الوحي منذ اول لحظه؟ من هو؟ يا ايها المنصفون من السنه يا ايها المنصفون من الشيعه من هو الذي لاصق محمدا منذ اول لحظه من الوحي؟ من هو الذي عاش في نهاره وليله في كنف محمد صلى الله عليه واله. من هو الذي عبر عنه القران بانه نفس محمد صلى الله عليه واله، من هو هذا؟ بغض النظر عن العصمه بغض النظر عن الوصيه اتحدث عن الوصيه الالهيه بغض النظر عن بيعة الغدير بغض النظر عن حديث الثقلين بغض النظر عن كل شيء قاله محمد صلى الله عليه واله في علي بغض النظر عن القران وما قال عن علي بغض النظر عن كل هذا إذا ما رجعنا إلى التأريخ وإلى السير. وبغض النظر عن أكاذيب التأريخ والسير فلن نذهب إلى التفاصيل. وإنما بالنحو الإجمالي. إذا نظرنا إلى التأريخ والسير بالنحو الإجمالي بغض النظر عن التفاصيل. الأقرب إلى محمد على مستوى العاطفة والمحبة والمودة علي الأقرب رحما علي الأقرب في كل موقف من مواقف النبي يا أيها المنصفون السنة يا أيها المنصفون الشيعة هل تعرفون لحظه لحظه واحده في تاريخ علي احجم فيها عن رسول الله هل تعرفون لحظه واحده عاتب فيها رسول الله عليا من انه قد استكان من انه قد ابتعد عن رسول الله من انه قد اساء الادب مع رسول الله هل تعرفون لحظة والله لا يوجد هذا علي لم يفارق رسول الله واذا ما فارقه حسيا في مقطع زمني فان رسول الله يريد هذا منه حينما ارسله الى اليمن لانه كان يريد ان يذهب علي الى اليمن وحينما بقي في المدينه لما خرج رسول الله الى تبوك كان يريد عليا ان يبقى في المدينه ما فارق علي محمدا ولا فارق محمد عليا قط هذا هو الذي يعرفنا برسول الله ويعرفنا بقران رسول الله بعيدا بعيدا عن العصمه والامامه والولايه وحديث الثقلين وحديث المنزله بعيدا عن بيعه الغدير بعيدا عن كل شيء من خصائص عليّ لكن الواقع هو الذي يشهد بهذا اي انسان منصف اذا ما كان يعلم هذا الواقع ومجرياته فلو جاء الى المدينه في ذلك الزمان فانه اذا اراد ان يعرف رسول الله بعد رسول الله وان يعرف حقائق قرانه بعد رسول الله لن ينتخب شخصا غير هذا لا اريد ان اطيل الكلام في هذا هذا حد من حدود علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وهذا الحد يتفرع عليه ما جاء في سوره النساء في الايه التاسعه والخمسين بعد البسمله هذا المضمون الذي تتحدث عنه هذه الايه يتفرع عن ذلك الحد فمصدر ديننا رسول الله ومصدر علمنا الديني رسول الله ومصدر ثقافتنا القرآنية رسول الله ومن بعده ومن بعده العترة الطاهرة ماذا تقول الآية التاسعة والخمسون بعد البسملة من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الى اخر الايه الكريمه التي هي في هذه الاجواء وانا لا اريد ان اتناول كل صغيره وكبيره لان الوقت لا يكفيني وعندي الكثير من المطالب التي اريد اجمالها وايجازها بقدر ما استطيع يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اجواء القران في مستوى واحد ما مر من الايات في الحلقه الماضيه يقودنا الى هذه النتيجه ما مر من الايات قادنا الى سوره الجمعه والى الايه الثانيه منها. وما جاء في تلك الايه يؤدي بنا الى هذه البوابه. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لماذا؟ 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 لان الاوامر الصحيحه ولان النواهي الصحيحه تاتي من هنا الدين يبنى على العلم ولا يبنى على الظنون ومصدر العلم هنا مصدر الاوامر ومصدر النواهي هنا انني اتحدث عن الاوامر الصحيحه وعن النواهي الصحيحه فلان العلم هنا ستكون الطاعه واجبه ولان العلم بمستوى واحد فان الطاعه بمستوى واحد فطاعه الله طاعه محمد وطاعة العترة بمستوى واحد. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اطيعوا الله. ثم جاءت الواو العاطفة. واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لم يأتي التعبير وأطيع أولي الأمر منكم وإنما وأطيع واحدة لرسول الله ولأولي الأمر لأنهم يتصفون بالوصف نفسه إنهم الراسخون في العلم بينما جاءت أطيع قبل لفظ الجلالة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وتفرع على ذلك عطفا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر واحدة ليس هناك من ذكر للفظة أطيع مرة ثالثة وهذا يعود بنا إلى الصلاة الكاملة وصلاة البتراء الذين بتروا العترة هنا بتروا الصلاة هناك منهج شيطاني أبتار منهج إبليسي أقطع هذا هو التحريف وهذا هو التزييف في أوضح مصاديقه إنها لقطات سريعة من هذه الآيات يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الى اخر ما جاء في الايه في نفس هذا السياق وفي نفس هذا الاتجاه لكنني ساذهب الى ايه اخرى من السوره نفسها انها الايه الثالثة والثمانون بعد البسملة من سورة النساء وتسبقها آية، الآية التي تسبقها: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحديث هنا عن اختلاف في القرآن والآية تقول هكذا: أفلا يتدبرون القرآن حتى يعرفوا حقيقته قطعًا لن يستطيعوا أن يتدبروه كما يريد رسول الله إلا أن تكون ثقافتهم القرآنية مأخوذة من العترة الطاهرة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة وتأتي الآية المقصودة التي أشرت إليها وهي الثالثة والثمانون بعد البسملة من سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، من هؤلاء؟ الصحابة هؤلاء، وهذا هو حالهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا قانون يسري في زمان رسول الله ويسري بعد رحيل رسول الله عن الدنيا هذه الآية والآية التي مرت علينا قبل قليل وهي الآية التاسعة والخمسون بعد البسملة من سورة النساء هاتان الآيتان تكمل احداهما الاخرى. لا نستطيع ان نفكك بين هاتين الايتين. اذا اردنا ان نتدبر في الايه الاولى علينا ان نجمع معها هذه الايه. حينئذ يتجلى الامر واضحا وصريحا وبينا جدا. هناك رسول الله وهناك اولو الامر وهؤلاء لا يمثلون جهه اختلاف في الامه الاختلاف لا ياتي من قبلهم لماذا لانهم يعلمون العلم مثل ما يريد الله الذين يعلمون العلم مثل ما يريد الله لا يمكن ان يكون سببا للاختلاف في هذه الامه اتحدث عن ان السبب يكون صادرا منهم الامه تختلف في موقفها منهم هذا امر راجع للامه لانها جاهله جاهله لانها غبيه لانها امه حماره القضيه واضحه وواضحه جدا الامه اما هي غداره واما هي حماره غبيه ولا يوجد احتمال ثالث وعلى ارض الواقع فان الامه انقسمت الى قسمين ما بين غادر وحمار غبي وهذا هو الذي جرى على ارض الواقع وفي السقيفتين معا في سقيفة بني ساعده وفي سقيفة بني طوس على حد سواء انقسمت الامة الى غدار وحمار ولا يوجد قسم ثالث منشأ الاختلاف ومنشأ الفتنة من الامة نفسها حينما لم تسلم امرها لله ورسوله واولي الامر. والا فهذا القران كتاب معصوم والذي جاءنا به رسول معصوم فلا يمكن ان يوكل امر هذا الكتاب المعصوم الى الامه التي ليست معصومه لا بد من ان يوكل امر الكتاب الى معصوم وهذه قضيه بديهيه ومنطقيه لا تحتاج الى كثير من التامل والتفكر لا تضحكوا على انفسكم يا شباب السنه من ان الحديث هذا شيعي شيعي بيعي ميعي طيعي قولوا ما تشاءون هذا حديث العقل وهذا حديث الحكمه وهذا حديث المنطق وهذا حديث الفطره والوجدان لا شان لي بمن يقال له سني ولا شان لي بمن يقال له شيعي هذا حديث القران هذا القران لا هو بسني من اتباع مذهب ابي حنيفه او من اتباع مذهب مالك ولا هو بشيعي من اتباع الطوسي او من اتباع العلامه الحلي او من اتباع الخوئي او من اتباع السيستاني هذا قران محمد وهذه لغه العرب لغه الجميع التي اكلمكم بها والامور واضحه والعقل عندكم احترموا عقولكم الصوره واضحه وجليه جدا الطاعه المطلقه هي لله ولرسوله ولاولي الامر ولا يمكن ان تكون الطاعة مطلقة لغير المعصوم، لا يمكن هذا هذا كلام الحمير، هذا كلام الاغبياء، لا يمكن ان تكون الطاعة المطلقة لغير المعصوم مهما علت رتبة ذلك الانسان، لا يمكن الا اذا امرنا المعصوم بان نطيع طاعه مطلقه لشخص غير معصوم وهذه طاعه للمعصوم وليست لهذا الشخص غير المعصوم لان المعصوم هو الذي امر بهذا الصوره واضحه وواضحه جدا القران وضع لنا حد الطاعه هنا ووضع لنا حدا اخر في سوره الاحزاب في الايه الحادية والعشرين بعد البسمله: "لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا" لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه هذا حد اخر من حدود علاقتنا مع رسول الله سوره النساء في الايتين المتقدمتين كان الحديث عن حد الطاعه المطلقه هنا الحديث ليس عن الطاعه هذا حديث الحكمه وان كانت الطاعه تتفرع عن الحكمه لكنها تتفرع عن العلم قبل ان تتفرع عن الحكمه طاعتنا مطلقه لله ولرسوله ولاولي الامر لأن الأوامر صحيحة لأن النواهي صحيحة وهذا فرع علم هذا فرع علم الله فهو العليم وهو الحكيم هو العليم أولا والحكيم ثانيا، قطعا هذا الكلام حينما اقول هو العليم أولا وهو الحكيم ثانيا، هذا شيء اعتباري في الألفاظ لا حقيقة له فيما يرتبط بحقيقة الله سبحانه وتعالى هذه مفاهيم اعتبارية يصطنعها العقل لاجل ان يتمكن الانسان من معرفه تكون قريبه قريبه من المعرفه الاصل فلذا نقول هذا اولا وهذا ثانيا وهذا ثالثا هذا كلام ليس عن الحقيقه بما هي هي وانما هذا ترتيب اعتباري عقلائي لأجل أن يكون التعليم والتعلم أمرا سهلا علينا هذه حاجة من حاجات الإنسان للتعلم والتعليم ليس إلا فهو العليم أولا والحكيم ثانيا إذا كان الحديث عن الطاعة المطلقة حينما نتحدث عن الأسوة فإننا نندفع من دون أمر من دون نهي إذا كنا نمتلك شيئا من الحكمة هذا مثال الحكمة الكاملة أمامنا محمد صلى الله عليه وآله اذا كنا نمتلك شيئا من الحكمه فهذه الحكمه هي التي تدفعنا من دواخلنا ان نكون كما يريد فهو اسوتنا بعيدا عن الطاعه المطلقه هذه حدود علاقتنا مع رسول الله يعرضها لنا قراننا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه كان لنا ويكون لنا وكائن لنا نبينا اسوتنا واذا كان عندنا شيء من حكمه فان الحكمه هي التي تقودنا اليه وان المنطقه السليمه هو الذي يدفعنا ان نكون كما يكون رسول الله قطعا بحسبنا وهذا هو معنى ان رسول الله اسوتنا مثال من الامثله الواضحه في القران اذا اردنا ان نتخذ رسول الله اسوه لنا بحسب ما يقول القران وهذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى نحن اذا اطعناه طاعه مطلقه فاننا اتخذناه اسوه ولكن الحيثيه التي تتحدث عنها الايه حيثيه اخرى الطاعه المطلقه ترتبط بالعلم وأما الأسوة فإنها ترتبط بالحكمة هذه الأسوة إلى أين تقودنا؟ تقودنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله هناك صورة تمثل موقفا مهما لرسول الله صلى الله عليه واله في سوره آل عمران انها الايه الحادية والستون بعد البسملة من سوره آل عمران فمن حاجك فيه في عيسى ابن مريم مباهله نصارى نجران فمن حاجك فيه في عيسى ابن مريم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم في القران فاذا ما وقعت هذه المحاججه من قبلهم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ماذا فعل رسول الله؟ انه في موقف حساس جدا وفي موقف حاسم نصارى نجران وما كان لهم من تاثير في الجزيره العربيه نصارى نجران وما كان لهم من قيمه على مستوى موقعهم الاستراتيجي بملاحظة تلك الايام وعلى مستوى منزلتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فضلا عن سمعتهم الدينية وعن انهم من كبار علماء النصارى وكانت المحاججه الجميع ينتظرون النتيجه المنافقون يبحثون عن اي نقطه ضعف في اجواء المسلمين موقف حساس جدا لقد تحدى نصارى نجران رسول الله حكايه الواقعه مفصله طويله وردت في رواياتنا واخبارنا الموقف حساس وحرج ماذا فعل رسول الله دعاهم إلى التوسل بأعز شيء عنده وبأعز شيء عنده ها هو محمد الأعظم يتوسل إلى الله بهؤلاء نبينا هو الذي توسل بأئمتنا لا تعبأوا بهراء الوهابيين يتحدثون عن القبور والقبوريين وعن التوسل بالأموات او بالأحياء الذي شرع التوسل بالعترة الطاهرة رسول الله هو الذي قام بهذا الأمر بنفسه هذه الايه واضحه واضحه تريدون ان تاخذوا القران من واقع القران ومن العربيه الواضحه ومن حقائق التاريخ ومن كلام رسول الله ام تاخذون القران من هؤلاء الجهال من جهال السنه او من جهال الشيعه هذا هو القرآن وهذا كلام رسول الله الله يحدثنا عن رسول الله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الأمر من الله الأمر من الله يا رسول الله توسل إلي بعلي وفاطمة وحسن وحسين الله هو الذي يريد هذا سود الله تعالى وجوهكم يا ايها الوهابيون الله هو الذي يريد هذا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم الله يريد من رسول الله ان يكون متوسلا بعلي وفاطمه وحسن وحسين ويطلب من القوم ايضا ان يتوسلوا بمن عندهم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. توسل هذا او ليس بتوسل. هذا هو جذر منظومه الزيارات عندنا يا ايها الشيعه منظومة الزيارات التي وردتنا عن ائمتنا هذا هو جذرها جذرها الشرعي القراني المحمدي الالهي لا تعبأوا بهؤلاء الاباعر القران واضح وصريح جدا الله يقول لرسوله توسل توسل وقدم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا قدمهم وسيلة بين يديك إلي هل تريدون كلاما أوضح من هذا ماذا نقرأ في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الآية صريحة تأمرنا أن نتخذ وسيلة إليه، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الوسيلة هي صالح الأعمال، يمكن يمكن في حالة من الحالات أن صالح الأعمال نجعله وسيلة يمكن يمكن لكن القرآن يتحدث عن الوسيلة الأعظم عن الوسيلة الأفضل إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء وإلى الآية السابعة والخمسين بعد البسملة دققوا النظر معي أولئك الذين يدعون دعاء المباهلة دعاء ماذا قرأنا في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل الابتهال نوع من أنواع الدعاء مصداق من مصاديق الدعاء لأن الدعاء على أنواع لأن الدعاء على مراتب مرتبة من مراتب الدعاء الابتهال فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم لماذا؟ إننا نجعلهم وسيلة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دعاء الايه السابعه والخمسون بعد البسملة من سوره الاسراء اولئك الذين يدعون وماذا بعد؟ يبتغون الى ربهم الوسيله وماذا بعد؟ أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا لن أذهب بعيدا وإنما سأعرب لكم الآية وستتضح الصورة من خلال إعراب الآية ما معنى كلمه اعراب اعراب يعني تفسير يعني بيان اعرب عن رايه بينه افصح عن نحتاج الاعراب النحويه في كثير من الاحيان لتشخيص المعنى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله الوسيله هنا مفعول به منصوب مفعول به منصوب للفعل يبتغون قطعا لن ادخل في الاعراب التفصيلي وانما اشير الى موطن الحاجه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله الوسيله مفعول به منصوب للفعل يبتغون ايهم اقرب ايهم اقرب هذه الجمله ايهم اقرب هل فيها دلاله او اشاره الى الاعمال الصالحه أم أن الحديث هنا عن كائنات بشرية أيهم أقرب؟ هل هناك من إشارة إلى عمل صالح مثلما يضحكون عليكم علماء السنة ويقولون لكم من أن الوسيلة في الآية هنا وفي التي قبلها في سوره المائده في الايه الخامسه والثلاثين بعد البسملة من المائده من ان الوسيله صالح الاعمال. هاتان الايتان في نسق واحد. الايه التي في سوره المائده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هناك ايمان يا ايها الذين امنوا فماذا يراد من هؤلاء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتقوى هي وسيلة الوقاية من النار ووسيلة الوقاية من النار ولاية علي لا هي الصلاة ولا الصوم ولا الحاج وليس هناك من وسيلة تحدثت الآيات عنها والأحاديث إلا هذه الوسيلة ولاية علي وهذا صريح الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده وان لم تفعل فما بلغت رسالته الكلام هنا عن العقيده انها العقيده بولايه علي يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله عمليا نحن بحاجه الى التوسل وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذه الايه جاءت مجمله التفصيل هنا في الايه السابعه والخمسين بعد البسملة من سورة الاسراء اولئك الذين يدعون هذا هو مقام التوسل يبتغون الى ربهم الوسيله اننا نطلب الوسيله الى الله ايهم اقرب ايهم اقرب هل هناك من دلاله على عمل صالح ام ان اشخاصا هنا تتحدث الايه عنهم ايهم اقرب كيف نعرب هذه الجمله عودوا الى كتب الاعراب في المكتبه السنيه لقد قدروا فعلا هنا يمكن ذلك هكذا أعربوها الوسيلة مفعول به منصوب أيهم أي مبتدأ وهو مضاف والضمير هنا مضاف إليه أقرب خبر فهذه جملة تتألف من مبتدأ وخبر هي في موضع نصب لفعل مقدر محذوف قدروه ينظرون أيهم أقرب ينظرون ايهم اقرب من هم الذين ينظرون الذين يدعون ويبتغون الى ربهم الوسيله ينظرون قد يراد من النظر النظر الحسي وقد يراد من النظر النظر الفكري لكن الاعراب ليس متقنا لماذا الإعراب ليس متقنا وإن كان يؤدي المعنى الصحيح المعنى صحيح ينظرون أيهم أقرب يبحثون عن الشخص الأقرب حينما يريدون أن يتوسلوا إلى الله فهل الأقرب الأنبياء السابقون أم العترة الطاهرة؟ هل الصحابة هم الأقرب أم العترة الطاهرة؟ هل الذي فعله عمر بن الخطاب حينما انقطع المطر وتوسل إلى الله بالعباس بن عبد المطلب، وهذا المعنى معروف في سيرة عمر هل الذي فعله صحيح الذي فعله ليس صحيحا بحسب منطق الايه لان الايه تريد منا ان نتوسل الى الله بالاقرب فهل نتوسل بالانبياء الى الله يمكن ذلك يمكن يمكن ذلك لكن الايه لا تريد هذا هل الذي قام به عمر بن الخطاب كان صحيحا يمكن ذلك لكن الايه لا تريده في التوسل بالعباس عم النبي هل التوسل بالصحابه صحيح يمكن ذلك لكن الايه لا تريده اذا كنا نريد ان ننشئ علاقه سديده مع رسول الله بحسب قرانه فان الايه توجهنا الى الاقرب من هم الاقرب هل اقرب هم الذين مودتهم واجبه الصحابه مودتهم ليست واجبه نساء النبي موده نساء النبي ليست واجبة مودة المؤمنين ليست واجبة اذا كان هناك من وجوب في مودة الصحابة ومودة نساء النبي ومودة المؤمنين ومودة الأنبياء السابقين فهذا يأتي في حاشية الموضوع متن الموضوع وأصل الموضوع المودة ثابتة للعترة فقط وأجر الرسالة مودتهم ليس بمودة الأنبياء وليس بمودة الصحابة وليس بمودة نساء النبي وليس بمودة المؤمنين أجر الرسالة في مودة العترة الطاهرة هم الأقرب الاعراب الصحيح ان نعرب الجمله من دون تقدير وفي هذا اشاره اشاره تشير الى الممازجه ما بين حقيقه الوسيله وما بين حقيقه العتره الطاهره من دون تقدير من دون فواصل هناك اعراب ممكن ان تكون الجمله حاليه لان الجمله بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات الوسيله هنا مفعول به معرفه انه معرف بالالف واللام فتكون الجمله ايهم اقرب جمله خبريه اسميه تتالف من مبتدا وخبر فهي في محل نصب ان تكون حالا للوسيله حيث سيكون المعنى هكذا يبتغون الى ربهم الوسيله اقرب ما يكون الوسيله في أي حال تكون وسيلتنا في حال أن تكون أقرب ما يكون أقرب ما يمكن أن يكون وأنا لا أفضل هذا الإعراب لكنه صحيح من دون تقدير بالنسبة لي فأنا أعرب الآية بهذه الطريقة ايهم اقرب اي مبتدا بغض النظر هل ان اي هنا معربه فهي مرفوعه بالضمه او انها مبنيه على الضم في مقام الابتداء في محل الابتداء للاختلاف الناشئ في اعراب اي ما بين المدرسه البصريه والكوفيه لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل الجزئية التي ما هي بمهمة أبدا أكانت مبنية على الضم أم كانت مرفوعة بالضمة إنها مبتدأ مضاف ومضاف إليه الضمير أقرب خبر هذه جملة خبرية في محل نصب لانها عطف بياني العطف في لغه العرب عطفان عطف نسقي بالحروف بالواو والفاء وثم الى غير ذلك ما يسمى بعطف النسق العطف النسقي وهناك العطف البياني العطف البياني هو العطف التفسيري ان ياتي الكلام المعطوف لاجل ان يفسر ما قبله هناك معطوف ومعطوف عليه المعطوف عليه ياتي تفسيرا وبيانا للمعطوف الذي سبقه أيهم أقرب مبتدأ وخبر جملة اسمية خبرية تكون في محل نصب لأنها عطف تفسيري لأنها عطف بياني فهذه الجملة تفسر ما قبلها تفسر الوسيلة وهذا هو الإعراب الذي يأتي منسجما مع بلاغة القرآن ومع تفسير العترة لقرآنها ومع مجمل ما دلت عليه الآيات السابقة وما نحن بصددها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الوسيلة الأقرب العتره الطاهره العتره الطاهره هذه الوسيله الاقرب يمكن للانسان ان يجعل من الصحابه الاوفياء وسيله لكن الايه لا تتحدث عن هذا يمكن للانسان ان يجعل امهات المؤمنين من زوجات رسول الله اللاتي رضيت عنهن العتره يمكن للانسان ان يجعل منهن وسيله لكن الايه لا تتحدث عن هذا يمكن للانسان ان يتوسل بمحبي اهل البيت ان يجعلهم وسيله يمكن ويمكن للإنسان لكن الآية لا تتحدث عن هذا هذا ما هو من أخلاق رسول الله أخلاق رسول الله بينت لنا في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران الله أمره أن يقدم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وسيله بين يديه هذا بامر الله مثلما امر الله الملائكه ان يسجدوا لادم هذا شيء يريده الله هكذا قال الله لابليس حينما رفض السجود لابينا ادم واراد ان يسجد لله فقال يا ابليس يا ابليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت تريد فيا شباب السنة توجهوا إلى بارئكم وتوجهوا إلى محمدكم من حيث يريد بارئكم ومن حيث يريد محمدكم لا من حيث يريد علماء السنة وعلماء الوهابيه من حيث يريد بارئكم ومن حيث يريد محمدكم وهذا لن تصلوا اليه الا من خلال قران محمد صلى الله عليه واله وهذه الحقائق واضحه واضحه يا شباب الشيعه يا شباب الشيعه منظومه الزيارات والتوسل عندنا قرآنية قرآنية محمدية إلهية الجذر الشرعي هنا واضح وصريح أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب محمد هو الذي يقول حسين مني وانا من حسين هذا هو الاقرب الى محمد هذا هو الاقرب نحن نتوسل بهذا الى محمد لا نتوسل بالصحابه ولا بنساء النبي ولا بالانبياء نتوسل بهذا حسين مني وانا من حسين انها الكلمه المنقولة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه كلنا 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 أنه يتحدث عن محمد وآل محمد كلنا 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 أبواب النجاة وباب الحسين أوسع 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 أوسع, أوسع وكلنا سفن النجاة وسفينه الحسين اسرع 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 نذهب الى فاصل الايه الثالثه بعد المئه من سوره التوبه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم هذا حد من حدود علاقتنا برسول الله صلى الله عليه واله وبالعتره الطاهره خذ من اموالهم صدقه وبالمناسبه في احاديث اهل البيت هذه الايه جعلوها في الخمس لان الخمس صدقه لا اقصد ان الايه خاصه في الخمس وانما الخمس من مصادقها خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صلاه رسول الله علينا ليست منحصره في العبادات الماليه فقط انما الايه ذكرت لنا مثالا من الامثله التي نتقرب بها الى رسول الله صلى الله عليه واله وتكون سببا ان يصلي رسول الله علينا لا اريد ان افتح موضوع الكلام السخيف الذي يردده الطوسيون من المراجع الثولان ومن الخطباء والمتحدثين الخوثان من علمائنا الأعلام في حوزة النجف وكربلاء إنها حوزة الفطاحل والمحققين حينما يتحدثون عن ان صلاتنا على محمد وال محمد ترفع من شان محمد وال محمد صلاتنا على محمد وال محمد ترفع من شاننا قطعا باجازه من محمد وال محمد اذا قبلوا صلاتنا عليهم صلاتهم علينا هي التي ترفع شأننا وليس صلاتنا هي التي ترفع شأنهم حمير هؤلاء مراجعكم مراجعكم يا شباب شيعتي حمير والله حمير من كبيرهم إلى صغيرهم هؤلاء هكذا يعتقدون وهكذا يدرسون وهكذا يؤلفون يقولون من ان صلاتنا على محمد وال محمد ترفع شانهم صلاتنا على محمد وال محمد ترفع شاننا باجازه منهم اذا قبلوا بصلاتنا عليهم لكن صلاتهم علينا هي التي ترفع شاننا هذا هو القران ينطق بها وصل عليهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم محمد وال محمد ليسوا محتاجين لاموالنا لكننا حينما ننفق اموالنا في فنائهم اننا نترجم عقيدتنا فيهم من اننا ندوس الدنيا باقدامنا لاجلهم وهذا تطبيق عملي يسير ان ننفق اموالنا في خدمتهم وطاعتهم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها الصلاه علينا من قبلهم صلوات الله عليهم لا ينحصر سببها بالانفاق المادي الانفاق المادي سبب من الاسباب كل ما يقربنا اليهم يكون سببا لصلاتهم علينا. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. صلاتنا على محمد وال محمد هي ايضا تكون سببا لصلاتهم علينا. في احاديثنا الشريفه من اننا اذا صلينا على محمد وال محمد فان الله يصلي علينا اذا صلى الله علينا هذا يعني ان محمدا وال محمد يصلون علينا فصلاتنا على محمد وال محمد قطعا اتحدث عن الصلاه المحمديه انها الصلاه الكامله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وال محمد صلى الله عليه وآله اما الصلاه البتريه فانها تكون سببا للعننا الايه واضحه في سوره الاحزاب آية اللعن جاءت مباشرة بعد آية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة البترية تكون سببا للعننا الصلاة البدعية تكون سببا للعننا أيضا حينما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه هذه بدعه والبدعه ضلاله والضلاله في النار مقدماتها في الدنيا لعنه الصلاه التي بسببها الله يصلي علينا محمد وال محمد يصلون علينا انها الصلاه المحمديه الكامله اللهم صل على محمد وال محمد صلى الله عليه وآله هذه هي الصلاة المحمدية الكاملة حينما نصلي عليه الصلاة المحمدية الكاملة يصلي علينا رسول الله يصلي علينا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم قطعا كل عمل له درجه من القبول اذا كان مقبولا اذا كان مقبولا له درجه من القبول بحسب نيه العامل وبحسب معرفته بدينه وبحسب عقله مستوى عقله لان العقيده تدور مدار المستوى العقلي الذي يمتلكه الانسان وهكذا فإن الصلاة من محمد وآل محمد علينا تكون بنفس هذا الميزان بنفس هذا المقياس أعود إلى سورة الأحزاب وإلى الآية السادسة بعد البسملة النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، ما قيمة اموالنا؟ ما قيمة اموالنا؟ خذ من اموالهم صدقة ما قيمة اموالنا يا رسول الله؟ ما قيمة اموالنا؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، اولى بالمؤمنين من انفسهم تكوينا اولى بالمؤمنين من انفسهم تشريعا تكوينا ولايته الكونيه التكوينيه نافذه علينا وفينا وهذا امر خارج عن ارادتنا مثلما نخاطبهم في الزياره الجامعه الكبيره وذل كل شيء لكم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم تكوينا وتشريعه هو اولى منا بمصالحنا ومضارنا ولذا هو الذي يشرع لنا يشرع لنا التشريع الذي يجلب المنافع لنا ويبعد المفاسد والمضار عنا فهو اولى منا بانفسنا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهكذا في جميع شؤون حياتنا الدينيه والدنيويه انه صلى الله عليه واله اولى منا بانفسنا وهذا المعنى اثبته رسول الله لعلي في الغدير هو ثابت له قبل ذلك لكنني اتحدث عن الامور الرسميه الشرعيه هذا المعنى اثبته رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين في الغدير فان النبي بدا حديثه بهذا المضمون يخاطب المسلمين من اولى منكم بانفسكم فقالوا انك انت يا رسول الله ثم بين لنا مضامين بيعه الغدير لا اريد ان ادخل في التفاصيل لضيق الوقت الايه السابقه تحدثت عن اموال نقدمها لرسول الله لاجل ان نتطهر لاجل ان يصلي علينا اموالنا وانفسنا وكل شيء عندنا لا قيمه له في فناء رسول الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهذا الكلام ينطبق على عترته فلقد اثبته رسول الله لامير المؤمنين في بيعه الغدير. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. هذا جانب من علاقتنا برسول الله صلى الله عليه واله هو اولى منا بانفسنا واثبت هذا المعنى لعلي وللعتره الطاهره في بيعه الغدير علاقتنا مع رسول الله من دون حدود هو اولى منا بانفسنا ومع علي والعتره الطاهره الامر هو هو من دون حدود اما مع ازواجه هناك حدود هناك حدود الدليل على ان علاقتنا مع العترة الطاهرة من دون حدود الدليل في سورة الشورى في الايه الثالثه و بعد البسملة قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى موده واجبه من دون حدود بل فان الايه ماذا اضافت ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ثم قالت ان الله غفور شكور هذه صيغ مبالغه قطعا لا تصدق هذه التعابير على الله نحن لا نعرف الله ولا نعرف اوصاف الله ولا نعرف حقيقه ذلك فكيف نتحدث عن صيغ مبالغه ولكن هذا بحسب البناء الصرفي هذه الصيغه صيغه فعول صيغه مبالغه انني اتحدث عن الالفاظ عن اللغه المجرده بعيدا عن حقيقه الله بعيدا عن عظمه الله لكن هذا يشير الى دلاله من ان فيد الله في مضمون الايه يتجلى في اسمى واعظم واجل واوفر مراتبه لذا جاء التعبير بصيغ المبالغه اللغويه التي لا علاقه لها بحقيقه اوصاف الله سبحانه وتعالى انما هي اشارات لفهم المعاني بحدودنا إشارات لغوية فقط ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور غفور يغطي كل نقص هنا تغطى النقائص في فناء العترة وهنا ياتي الشكر الالهي فالغفران تغطيه للنقص ازاله للنقص والشكران اضافه جمال فهنا تغيب القبائح وهنا يتجلى الجمال في فناء العتره الطاهره قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه أمر مفتوح وواجب قطعاً. لماذا قلت من أن الأمر مفتوح؟ محمد هل يمكن أن نحدد مقداراً لأجره؟ هذا محمد محمد هذا وهذا أجر محمد فهل يمكن أن نتخيل أن أجر محمد يكون محدوداً؟ هذا مفتوح مفتوح على الاطلاق هذا اجر محمد قل لا اسألكم عليه اجرا والقرار من الله القرار من الله الامر من الله ان ندفع الاجر لمحمد فمن نحن حتى نحدد اجر محمد اجر محمد ليس محدودا ليس محدودا قل لا أسألكم عليه أجرا القرار من الله علينا أن ندفع الأجر لمن؟ لمحمد محمد ليس محدودا أجره ليس محدودا المودة هنا ليست محدودة المودة ليست لمحمد المودة للقربة القربة ليست محدودة وهذا هو الكمال بعينه لماذا قالت الآية ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة نحن محدودون نحن محدودون نحن بحاجة إلى الزيادة محمد ليس محدودا العترة ليست محدودة الأجر ليس محدودا المودة ليست محدودة الزيادة بالنسبة لنا نحن محدودون نحن مطالبون بالزيادة وبالازدياد أن نزداد في ذواتنا وأن نزيد في عطائنا نحن محدودون نحن قاصرون نحن مقصرون نحن ناقصون في فناء الحقائق التي لا حدود لها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا أما أزواجه العلاقة محدودة القرآن حدد علاقتنا بأزواجه أولاً ازواج النبي امهاتنا ما دمنا في عصمه النبي اذا خرجنا من عصمه النبي فليس لهن من فضيله اذا هذه الفضيله فضيله طارئه فضيله عرضيه اكراما للنبي وليس لهن هذا الاكرام للنبي الايه واضحه وازواجه وازواجه زوجات النبي لانهن منسوبات للنبي هن امهاتنا اذا خرجنا من النسبه للنبي فلا فضيله لهن فزوجات النبي نساء كنساء الأمة ليس لهن من ميزة إذا خرجنا من عصمة النبي ميزة نساء النبي حينما ينتسبن إلى النبي لستن كأحد من النساء في حال الانتساب إلى النبي حينما نقرأ في الآيات يا نساء النبي في سورة الأحزاب إنها الآية الثانية والثلاثون بعد البسملة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء حينما ينسبن إلى النبي اذا لم ينسبن الى النبي فانهن كسائر النساء ولذا حينما تخرج المراه من عصمه النبي لن تبقى اما للمؤمنين ما دامت في عصمه النبي تكون اما للمؤمنين بينما منازل فاطمه منازل ذاتيه حينما يقول محمد صلى الله عليه واله عن فاطمه من انها روح التي بين جنبي هذا المعنى ليس عرضيا هذا المعنى ذاتي في فاطمه في نساء النبي هذه المعاني عرضيه ولذا يمكن ان تزول ومن هنا فان القران وضع لعلاقتنا بنساء النبي حدودا في سورة الأحزاب حينما تقول الآيات من الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة وما بعدها حينما تقول هذه الآيات ما تقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا لو أن بعض النساء أردنا أن يفعلن هذا من نساء النبي وتحقق معنى الآية فيهن حينئذ لا خصوصية لنساء النبي هذا الكلام لا ينطبق على فاطمه، هذا ينطبق على زوجات النبي. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ومن هنا فان ايه التطهير لا تنطبق على نساء النبي. لأن ما لنساء النبي من شأن ومن مقام إنه مقام عرضي ليس ذاتيا فاطمة مقامها ذاتي وآية التطهير تتحدث عن مقام ذاتي فلا يمكن أن تنطبق على نساء النبي شؤون نساء النبي شؤون عرضية هذه الايات تتحدث عن هذه الحقيقه "يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا" فاطمه صلوات الله عليها حينما كانت ظروف الحياة اليومية ثقيلة وكانت متاعب العمل شديدة ماذا قدم لها رسول الله قدم لها التسبيح المعروف بتسبيح فاطمة كي يكون وسيله لنا وليس لفاطمه وإنما يكون هذا التسبيح وسيله لنا عبر فاطمه، قارنوا بين هذا المعنى وبين ما تتحدث الآيه عنه ما قال النبي لفاطمه إني أسرحك واذهبي إلى الدنيا النبي قدم لها تسبيح فاطمة والحكاية مفصلة وأنا لا أريد أن أتناول كل المطالب لأنني سأكون مضطرا لشرحها الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة بفاحشة الفاحشة الزنا هذا الأمر وارد لو لم يكن هذا الأمر واردا لما تحدث القرآن عنه هذا الأمر وارد يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة هذه الفاحشة يمكن أن تصدر منهن في أي زمان وفي أي مكان وتستمر الآيات تبين لنا من أن نساء النبي علاقتنا تكون محدودة بهن بحسب مواقفهن بينما فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها في كل حالاتها فارق كبير فارق كبير بين العترة ونساء النبي هذه حدود الله لا يجوز لنا ان نتعدى حدود الله علينا ان نضبط علاقاتنا مع نساء النبي بالحدود التي حددها القران فحينما يقول القران لنساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى اذا ما خرجت بعض نساء النبي عن هذه الحدود فان علاقتنا بها ستتغير انما نحترم نساء النبي ما التزمنا بهذه الحدود وقرن في بيوتكن النبي اراد من نسائه في حياته وبعد موته أراد من نسائه القرار في البيوت لا أن يفرقن الأمة وأن يشعلن الحروب مثلما فعلت عائشة لا أن تسفك دماء الآلاف المؤلفة من الناس بسببه اراد النبي لنسائه القرار في بيوتهن وقرن في بيوتكن هذه حدود علاقتنا مع نساء النبي بينما فاطمه يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها لاحظوا الفارق الكبير اصلا لا وجه للمقايسه له وجه للمقاييس هذه يرضى الله لرضاها في كل احوالها في كل زمانها في كل امكنتها اينما كانت يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وهذا الحديث يشعرنا يشعرنا من ان فاطمه ستبقى متواصله مع الامه في رضاها وغضبها حتى وان رحلت عن الدنيا ستبقى فاطمه متواصله مع الخليقه ومع هذه الامه ومن هنا تاتي ادعيه التوسل حينما نتوسل بفاطمه اننا نتحدث معها حينما نصلي صلاة التوسل بفاطمة حينما نتوسل بها في كل موقف من المواقف التي نتوجه فيها إلى فاطمة فرضا فاطمة وغضب فاطمة جاريان في هذه الأمة الحديث واضح يرضى الله لرضا فاطمه ويغضب لغضبها هذا يعلمنا انها ميزان ميزان حينما تكون ميزانا فان الموت لن يكون حائلا فيما بيننا وبينها مثلما نسلم على رسول الله صلى الله عليه واله في صلواتنا ونسلم على أهل بيته صحيح أن الطوسيين اللعناء حذفوا السلام على العترة الطاهرة من التسليم في الصلاة وعلموا الشيعة أن يذكروا التسليم الشافعي من دون السلام على العترة الطاهرة فيسلم المصلي على رسول الله صلى الله عليه واله ويسلم على جنابه الكثيف ولا يسلم على العترة الطاهره السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا يسلم على جنابه الكثيف حظك لك تسلم على نفسك ولا تسلم على العترة الطاهره هذا هو اللي طيحه حظكم به انهم المراجع الطوسيون السفله تسلم على نفسك من انت سلم على امامك اولا وبعد ذلك سلم على نفسك نذهب الى فاصل في الايه الثالثة والخمسين بعد البسملة من سورة الأحزاب والتي أولها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى آخر ما جاء في الآية والحديث عن نساء النبي هنا وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، لماذا؟ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. عملية مساواة بين قلوب الصحابة وقلوب نساء النبي. نساء من عامة نساء الأمة لا خصوصية لهن. اذا كان هناك من خصوصيه عرضيه بسبب انتسابهن لرسول الله لو كان لهن حظ في ايه التطهير لما تحدثت هذه الايه عن قلوبهن بهذه الطريقه واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب لماذا ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن اذا لا خصوصيه لقلوبهن فقلوب نساء النبي كقلوب عامه المسلمين فلا خصوصيه لهن حدود علاقتنا بنساء النبي بحدود التزامهن بما اراد رسول الله يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة الى اخر ما جاء في الايات الكريمة هناك حدود لعلاقتنا مع نساء النبي، وأعتقد أن سورة التحريم واضحة جدا في ما بينته من معايب نساء النبي، والحديث هنا عن عائشة وحفصة وسورة التحريم في عائشه وحفصه وهذا الكلام منقول عن عمر بن الخطاب وفي البخاري ابن عباس حين ساله عن سوره التحريم سال عمر بن الخطاب قال في عائشه وحفصه والروايه موجوده في صحيح البخاري في الآية الرابعة بعد البسملة وما بعدها من سورة التحريم إن تتوبا إلى الله هذا يعني أنهما في حالة ما هما على صلاح من أمرهما فهما بحاجة إلى توبة فهل المودة تكون لهما؟ لا مودة لهما، أتحدث عن المودة العامة للمؤمنين، لن تكون لهما إنما تكون المودة العامة للمؤمنين لهما إذا كانتا في موقف يكون رسول الله صلى الله عليه وآله راضيا عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت قلوبكما ابتعد قلبك يا عائشة عن محمد صلى الله عليه واله وأنت يا حفصة كذلك الله هو الذي يقول لست أنا صغت مالت مالت القلوب عن محمد القلوب إذا مالت عن محمد هل تبقى متعلقة بآل محمد؟ ماذا تقولون مثلما مالت هذه القلوب عن محمد مالت عن ال محمد مالت عن ال محمد ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه التظاهر هو بذل كل الجهد لايذاء الطرف الاخر هذا هو التظاهر ان يجمع الانسان كل قوته كل ما عنده وان يجمع كل انصاره وان تظاهر عليه لاحظوا هذا التهديد الله هو الذي يهدد فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق أن يبدله أزواجا خيرا من كنا ما هو وصف الأزواج اللاتي يتوقع أن يصبحن أزواجا للنبي بدلا عن هؤلاء النسوة عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من منكن ما هي الاوصاف مسلمات هذا يعني ان نساء النبي ما هن بمسلمات وان كن مسلمات فبالاسم فقط مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكار هذا يعني ان الاوصاف هذه لا تتوفر في نساء النبي اللاتي تتحدث السوره عنهن اما بالمطلق واما أن الذي توفر من هذه الأوصاف في نساء النبي التي تتحدث السورة عنهن توفر فيهن الاسم فقط العنوان لهذه الأوصاف لا حقيقة لهذه الأوصاف عند نساء النبي بحسب السورة نفسها لست انا الذي اقول ولا اقرا روايه من كتب الحديث او من كتب التاريخ والسير. عودوا بانفسكم وتدبروا في الايتين الرابعه والخامسه بعد البسملة من سوره التحريم. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه من الذي سيواجه نساء النبي فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. هل هذه الايات بحاجه الى تطويل في الشرح والكلام والبيان الايات واضحه هاتان الايتان مع الايات التي اشرت اليها في سوره الاحزاب مجموع هذه الايات يشكل لنا الحدود التي على اساسها نقيم علاقتنا مع نساء النبي حينما تكون زوجات النبي في هذا الموقف الذي يكون في مواجهتهن من الله وجبريل وصالح المؤمنين صالح المؤمنين امير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن ابي طالب هذا في تفسيرهم لقرانهم والملائكة بعد ذلك ظهير فهل نحن سنقيم علاقة حسنة مع نساء النبي اذا كان الله وجبريل وهو عنوان لعظماء الملائكة وصالح المؤمنين والملائكة عموما كل هؤلاء يكونون في مواجهه نساء النبي ويتوقع منا ان تكون علاقتنا حسنه مع نساء النبي هذا الكلام منطقي هل المسلم هكذا اذا علاقتنا بنساء النبي تكون ضمن حدود وهذه الحدود حددتها الآيات في سوره التحريم وفي سوره الاحزاب. الآيات في سوره التحريم والآيات في سوره الاحزاب وضعت لنا اطارا يجب علينا ان نلتزم به. والا سنكون مع نساء النبي والذي في مواجهتنا الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه. فهل المسلم هكذا الآيات واضحة واضحة الآيات التي تحدثت عن العترة الطاهرة المودة مفتوحة مفتوحة عجيب أمر هذا القرآن وعجيب أمر هذه الأمة هذا هو القرآن بين أظهركم وهذه الحقائق واضحه انني ما جئت بكلام من كتب التفسير القران واضح وانتم عرب الايات بينه صريحه وهذه الوقائع والاحداث تعرفونها قد وقعت ليس هناك من نقاش او جدل في الوقائع التي تحدثت عنها الايات التي اخترتها نماذج في جولتي هذه معكم بين ايات الكتاب الكريم الخلاصه ما هي القران وضع لنا حدودا في علاقتنا مع نساء النبي هناك شروط اول شرط إن, ان تكون زوجه النبي في عصمه النبي حتى تستحق المقامات العرضيه وليست الذاتيه لان المقامات الذاتيه لا تزول اما المقامات العرضيه فانها زائله حينما يزول سببها اساسها وبعد ذلك ناتي الى سيرتهن هل سيره نساء النبي كما يريد النبي ام انها تخالف مراد النبي وفقا لهذه الحدود والا فاننا سنكفر بالقران ونكفر بالاسلام ماذا نقرا في سوره النساء في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها تدبروا فيما يقول القرآن تلك حدود الله هناك حدود حدود في العقيدة حدود في التشريعات تلك حدود الله هذه الآية جاءت في سياق احكام المواريث الاحكام حدود لكن حدود العقائد هي الحدود الاعظم وحينما نتحدث عن علاقتنا بنساء النبي اننا نتحدث عن حدود العقيده نقرا ماذا جاء في الكتاب الكريم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين علينا أن نلتزم بحدود الله علاقتنا مع نساء النبي حددها القرآن وضع لها حدودا اقرأ عليكم الايتين مره اخرى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وإذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية السابعة والتسعين من سورة التوبة ماذا تقول الآية السابعة والتسعون من سوره التوبه الاعراب اشد كفرا ونفاقا الاعراب عنوان لاعداء رسول الله وليس عنوانا للقوميه العربيه الاعراب عنوان لاعداء رسول الله وفي ثقافه العتره فان الاعرابيه هو الناصبي وليس الكلام هنا عن البدو في الصحراء. الاعراب صحيح ان الايه تتحدث عن جماعه من البدو زمان رسول الله لكن الحديث هنا على سبيل المصداق لا على سبيل الجنس العربي الاعراب قد يكونون من العرب وقد يكونون من العجم او من اية امة اخرى هذا مصطلح مصطلح اذا صدق تطبيقه في زمان النبي على مجموعة من البدو من العرب لا يعني ان الاعراب هم العرب الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم الاعراب هم الذين لا يعرفون حدود الله الاعراب هم الذين لا يلتزمون بحدود العلاقه مع نساء النبي مثلما رسمها الله في القرآن الله في القرآن جعل العلاقة مع العترة من دون حدود لماذا؟ لأنهم جهة معصومة جهة كاملة جهة لا نقص فيها جهة لا عيب فيها انني اتحدث عن محمد وعلي وفاطمه وعن ولد علي وفاطمه من الحسن المجتبى الى القائم الحجه ابن الحسن العسكري صلوات الله عليهم اتحدث عن هؤلاء ولا شأن لي بغيرهم اكانوا من الهاشميين اكانوا من الشيعه اكانوا من المقربين اكانوا من المبعدين اكانوا من عشائر الجن الزرق لا شان لي بهم انني اتحدث عن هؤلاء العلاقه مع هؤلاء مفتوحه بلا حساب العلاقة مع نساء النبي محدودة محددة آيات القرآن واضحة هناك اشتراطات هناك حدود هناك خروج عن الطريق الصحيح مثل ما جاء في سورة التحريم الواقع يشهد بهذا الواقع يشهد بهذا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم هذا في الآية السابعة والتسعين من سورة التوبة وفي الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة آية 112 من سورة التوبة ماذا تقول هذه الايه؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. القرآن يريد منا أن نحافظ على حدود الله فحينما نتوجه إلى العترة فإن حدودهم ألا حدود صلوات الله عليه حينما نتعامل مع محمد ونقدم له أجره محمد بلا حدود فإن أجره بلا حدود العترة التعامل معها بلا حدود حدودنا مع العتره بلا حدود بينما مع الصحابه مع نساء النبي تحديدا الصحابه حالهم اسوا بكثير من حال نساء النبي سوره التوبه التي يقال لها السوره الفاضحه انها فضحت الصحابة فضيحة فضيحة مجلجلة الحديث عن نساء النبي لأن الحديث عن الصحابة سيطول فضائح الصحابة لها اول وليس لها اخر جرائم الصحابة فيما بينهم التأريخ مشحون بها الصحابة كفر بعضهم بعضا قتل بعضهم بعضا سب بعضهم بعضا زنى بعضهم بنساء البعض الآخر الصحابة فعلوا الفضائع والفضائح العلاقة معهم محدودة قطعا بحدود قربهم من محمد وعترته فماذا نقول عن الصحابة الذين قتلوا عترة النبي قتلوا فاطمة ماذا سنقول عنهم؟ وبغض النظر عن هذه التفاصيل فهذه الآية تتحدث عن المؤمنين وعن أوصافهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين تاتي البشاره بعد ان تتحقق هذه الاوصاف ومسك الختام اين والحافظون لحدود الله الجزء الاخير كما يقولون في الفلسفه هو العله الحقيقيه لو ان المؤمنين اتصفوا بهذه الاوصاف بانهم تائبون وعابدون وحامدون وسائحون وراكعون وساجدون وامرون بالمعروف وناهون عن المنكر لكنهم ليسوا حافظين لحدود الله ليس هناك من بشاره وبشر المؤمنين بعد ان تجتمع اجزاء العله لان الجزء الاخير من العله هو العله الحقيقيه الجزء الاخير كالذي يبني بناء لكنه لا يقوم بالجزء الاخير من ذلك البناء كانه ما بنى شيئا كانه ما بنى شيئا الا يقولون في سوق شراء وبيع البيوت وبنائها من ان مرحله التشطيب هي المرحله الحقيقيه للبناء لان البناء من دون تشطيب المرحله النهائيه هذه الامور الجزئيه الصغيره المرحله النهائيه التي تضع الحدود لجميع اطراف البناء تضع الحدود للابواب وللشبابيك وهكذا لكل اجزاء البناء هي التي بها يكتمل البناء والا سيبقى البناء لا يقال له بناء الجزء الاخير هو العله الحقيقيه وهنا الايه جعلت الجزء الاخير لتحقق صفه الايمان في انهم حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين جاءت البشاره بعد ان اكتملت كل الاجزاء وجاء الجزء الاخير اذا لم نلتزم بحدود القران في علاقتنا مع العتره ومع نساء النبي ومع الصحابه فان البشاره لن تكون لنا يجب علينا ان نكون حافظين لحدود الله ما هي حدود علاقتنا مع رسول الله عنواننا علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه واله بحسب القران عقيده موده طاعة وأدبا حدود العلاقة مع رسول الله اللا حدود حدود لماذا؟ لأن محمدا لا حدود له نحن محدودون نحن محدودون ما يصدر منا من عطاء لمحمد يكون محدودا لأننا محدودون محدودون بنقصنا محدودون بقصورنا محدودون بتقصيرنا محدودون بجهلنا مهما كان عندنا من علم فاننا محدودون بجهلنا مهما كان عندنا من حكمه فاننا محدودون بسفاهتنا هذا اذا كان عندنا من علم او من حكمه نحن محدودون محمد ليس محدودا علاقتنا مع محمد لا حدود لها لكن ما يصدر عنا يكون محدودا لأننا محدودون ولا نستطيع أن نتجاوز محدوديتنا ولذلك قالوا لنا قولوا فينا ما تشاءون اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما تشاءون إمامنا الصادق هو الذي قال لنا: اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما تشاءون. لماذا؟ لا حدود لهم نحن محدودون ومهما تصورنا في كلامنا أن كلامنا مطلق لا حدود له محدود لأنه صادر من محدود. نحن لا نعرف أهل البيت. لا نعرفه هذا الذي في اذهاننا بحدودنا بحدودنا نحن لا نعرفهم لا نعرف فضلهم ولا نعرف قيمته لا نستطيع ان نعرفه اذا كان هناك من احتمال ان نعرفهم ان نكون مثلهم وهل هذا ممكن ان نكون مثلهم حينئذ سوف نتمكن من معرفتهم هل هذا ممكن هذا امر ليس ممكنا لانه سيؤدي الى انقلاب الحقائق والكون مبني على الحكمه مبني على ثبات الحقائق وليس على انقلابها وفسادها كما يقول امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ابى الله الا ان تجري الامور باسبابها ليس هناك من انقلاب في الحقائق حقائقنا كما هي وحقائقهم كما هي فلا يمكن ان نعرف حقائقهم لكننا نعرف معرفه بحسبنا اذا علاقتنا معهم من دون حدود اما علاقتنا مع الصحابه فهي بحدود فضائعهم وقبائحهم ومطاعنه وسفاهته القرآن مشحون بالحديث عن سفاهة الصحابة وعن جبنه وعن خيانتهم لرسول الله وعن 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 القرآن مشحون بالآيات وهي واضحة وصريحة علاقتنا مع الصحابة بحدود فضائعهم وبحدود مناقبهم ما كان من مناقبهم فإننا نبني علاقتنا في حسنها وفقا لمناقبهم ونبني علاقتنا في البراءة من أفعالهم وأقوالهم أو في البراءة منهم وفقا لفظائعهم وشناعاتهم والأمر هو هو مع نساء النبي علاقتنا بنساء النبي محدودة بحدود القرآن القرآن يأمرنا أن نلتزم بحدود الله وأن لا نتعدى حدود الله يا شباب السنة هؤلاء الذين يقصرون في حق العترة ويعلمونكم كذلك ويجعلون الصحابة أفضل من العترة ويرفعون شأن نساء النبي فوق الحدود القرآنية، هؤلاء ما هم بمسلمين يضحكون عليكم هذا قرآن الاسلام وهذا دين الاسلام فعودوا الى قرآن الاسلام هذا ما هو بقرآن كتبته انا، هذا هو قرآننا جميعا هذا قرآن السنة والشيعة هذا قرآن محمد عودوا إلى القرآن وعودوا إلى هذه الحقائق وتابعوني تابعوني سأكشف لكم الحقائق تلو الحقائق وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى الحلقات القادمة خطيرة 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 جداً